أهلا بكم من جديد. في وقت كان يظن فيه القضاء على أمراض وبائية معينة تسببت سابقا في إزهاق أرواح الملايين من البشر ومنها الكوليرا، حملت لنا الأخبار في الآونة الأخيرة عودة هذا المرض للظهور في عدة مناطق في العالم منها سوريا ولبنان وباكستان. يتزامن هذا مع قرار أعلنته إحدى الشركات المنتجة للقاح المضاد بوقف الإنتاج، ما أثار موجة من القلق بشأن إمدادات اللقاح. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. جرعة واحدة من لقاح مرض الكوليرا لكل مريض وتعليق نظام التطعيم القياسي، هذه التوصيات التي خرجت بها منظمة الصحة العالمية لمواجهة نقص اللقاحات وتفشي المرض حول العالم. الإعلان يأتي بمثابة دق ناقوس خطر جديد في الوقت الذي لم يزل العالم يحاول احتواء عدد من الأوبئة كجدر القرود والإيبولا والكوفيد. صحيح أن استراتيجية منظمة الصحة تهدف إلى توفير المزيد من اللقاحات إلى بؤر تفشي المرض المتزايدة، لكن السبب الأخطر وراء الخطوة هو قرار شركة شانتا بايوتكنيكس، وهي شركة أدوية تابعة لعملاق الأدوية الفرنسي سانوفي، بالتوقف عن إنتاج لقاح شانكول بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على إمدادات اللقاح ومخزوناته. وجود العديد من التساؤلات حول مقدرة الشركات المصنعة للقاحين الآخرين على تلبية احتياجات العالم من الجرعات. التداعيات أكثر سوءاً لوقف إنتاج اللقاح هي تلك الدول التي تكافح أصلاً تفشي المرض، أبرزها هايتي، سوريا، لبنان، نيجيريا وملاوي. وقد أظهرت الأرقام الأخيرة ارتفاع أعداد المصابين بشكل ملحوظ وبشكل متسارع جراء اهتراء منظومة الصرف الصحي في هذه الدول. ولأن انتشار وباء الكوليرا مرتبط بالمياه الملوثة، فإنه من المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية والأزمات بتزايد بؤر المرض مع تزايد عدد الأشخاص الغير قادرين على الوصول إلى مصادر مياه نظيفة. وعلى الرغم من أن عوارض الكوليرا بمجملها طفيفة وأن المرضى ليسوا بحاجة لرعاية صحية معقدة أو أجهزة طبية، إلا أن أعداد الضحايا في ارتفاع لسبب بسيط وهو عدم قدرتهم الحصول حتى على الرعاية الصحية الأولية، وهو مؤشر ودليل على الهوة الساحقة بين واقع مجتمعات دول الشمال المحصنة والجنوب المعرضة لكافة أنواع الأزمات والانهيارات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الاختصاصي في علم الأوبئة والأنظمة الصحية الدكتور عبد الكريم قزيز. أهلا بك معنا دكتور عبد الكريم. قرار الشركة المنتجة للقاح الكوليرا بالتوقف بشكل رسمي، يعني ما الأسباب التي تقف خلف هذا أو خلف هذه الخطوة؟ نعم، أسعد الله أيامكم. يعني في الحقيقة مشكلة اللقاحات نعاني منها دائما عند مواجهة أي جائحة، لأن اللقاحات لا تعتبر هي يعني مواد دوائية ذات قيمة إنتاجية عالية، بمعنى أنها لا تحقق الكثير من الأرباح للشركات المصنعة، ولكن بنفس الوقت هذه الشركات المصنعة غالبا هي تحتكر الإنتاج الحصري لهذه اللقاحات، حيث أنها يعني لديها براءات اختراع معينة للإنتاج الحصري لهذه اللقاحات، وبالتالي دائما هناك إشكالية، نحن محكومون لهذه الشركات العملاقة التي تنتج اللقاحات، والتي بنفس الوقت قد لا تحقق أرباح كثيرة إذا لم يكن هناك طلب زائد على هذه اللقاحات. ونحن نعلم أن الكوليرا في السنوات الماضية لم يكن عليها طلب كثير، حيث أن معدل الإصابات في الكوليرا كان دائما يكون تحت 4 مليون إصابة في السنة، وبالتالي قد يكون ضعف الطلب لهذا المنتج من هذه الشركة بالتحديد، وأيضا يعني فقدان الاهتمام من ناحية الربح المتحصل من هذا اللقاح قد يكون وراء قرار الشركة بشكل رئيسي. ولكن هذا القرار جاء بعد أن يعني أن انتشرت أو سجلت بعض الحالات أو عدد من الحالات عفوا في عدد من البلدان، إن كان ومنها يعني بلدان عربية كسوريا ولبنان.
وطبعا الجائحة التي يشهدها العالم الآن من الكوليرا، والتي فعلا يعني تضخمت الأعداد بشكل هائل، كان حتم على شركات الأدوية أنها لا تستطيع أن ترفع تكلفة أو ترفع سعر هذه اللقاحات، لأنه من المعلوم أنه أثناء الجائحات يطلب من المعامل يعني بيع اللقاحات بالحد الأدنى، وذلك ضمن برامج معينة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتوزيع هذه اللقاحات. وبالتالي حتى لو زاد الطلب ولكن في ضمن جائحات، وبالتالي هذا لا يحقق مرابح فعلية للشركات، وتكون هي يعني حرة في قرارها بإيقاف الإنتاج، وهذا أمر إشكالي. يجب أن تخضع هذه المعامل والمصانع لرقابة من منظمة الصحة العالمية ومن المنظمات التي تشرف على حملات التلقيح لمواجهة الجائحات، لأنه فعليا الآن نحن أمام مشكلة حقيقية. واضطرت منظمة الصحة العالمية لتخفيض البرنامج التلقيح من جرعتين إلى جرعة، وهذا يهدد بشكل كبير يعني المناعة المتولدة من برامج اللقاح المنتشرة الآن في البلدان التي تعاني من هذه الجائحة. طيب، بما أنك مختص في علم الأوبئة، ما الأسباب التي ساهمت في عودة هذا الوباء في بعض الدول العربية مثل سوريا كما ذكرنا سابقا، سوريا ولبنان؟ يعني حتى لا ننسى أنه تاريخيا مرض الكوليرا كان هو العدو، أحد الأعداء الرئيسية للبشر. يعني على مدى التاريخ كان هناك العديد من جائحات الكوليرا والتي حصدت ملايين، بل أكثر، ملايين الأرواح. وقد بدأت جائحة الكوليرا من نهر الغانج بالهند، وهناك 6 جائحات عالمية شهدها التاريخ. آخر جائحة، والتي هي تسمى الجائحة السابعة، بدأت عام 1961 في جنوب آسيا وانتشرت، والآن ما زالت مستوطنة في العديد من البلدان. للأسف هناك بلدان جديدة انضمت على هذه القائمة هذا العام. منذ بداية العام إلى الآن هناك حوالي 29 بلد حول العالم قد ظهرت فيها جائحة الكوليرا. للأسف البلدان المتضررة بالنزاعات مثل اليمن، مثل سوريا، هذه البلدان هي مهددة بشكل أكبر بسبب غياب البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل أساسي. لا ننسى الكوليرا انتشرت في العراق، في كردستان العراق، خلال الصيف الماضي، ولكن تم السيطرة على هذه الجائحة، ولكن للأسف انتقلت إلى شمال شرق سوريا ومنه إلى كافة أرجاء البلاد، والآن نعم، موجودة في لبنان، أكثر من 1400 حالة في لبنان، واحتمالية السيطرة الآن صعبة جدا في هذه طيب، البلدان وفق بسبب لما ضعف البنية ذكرته التحتية. الآن 29 بلد ظهرت فيه إصابات بالكوليرا، هل من بدائل متاحة عالميا يمكن توفيرها لهذه المناطق؟ بشكل أساسي التزويدات المطلوبة هي أولا سوائل الإماهة الوريدية. لا ننسى أن الكوليرا قد تقتل بغضون ساعات إذا لم يتم تعويض السوائل لدى المريض. المريض سوف يتعرض لإسهال مائي قد يودي بحياته خلال ساعات، وبالتالي أهم أمر هو السوائل الفموية والوريدية التي تعوض نقص السوائل الحاد. ثانيا الصادات الحيوية، وهي العلاج الأمثل في حالات الكوليرا. ثالثا تأمين مياه الشرب والصرف الصحي بقدر الإمكان للمناطق المتضررة. والأمر الرابع وهو اللقاحات، وهي ضرورية جدا للوقاية. ولقاحين، هو الجرعتين من اللقاح هي مطلوبة للحماية لمدة على الأقل 3 سنوات، والفاصل بين الجرعتين يجب أن يكون هناك 6 أشهر. ولكن بظل ضعف إمكانيات إنتاج هذه اللقاحات، توصل الآن منظمة الصحة العالمية بجرعة واحدة، ولكن هذه الجرعة لا نعلم فعليا يعني ما هي المدة التي ستتكون من المناعة. ولكن أيضا تأمين اللقاحات هو أمر يعني إسعافي وضروري نعم لهذه المناطق المتضررة في الجائحة. نعم الاختصاصي في علم الأوبئة والأنظمة الصحية الدكتور عبد الكريم قزيز، شكرا لك.